بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله هنعمل الكشري المصري دلوقتي مع بعض. على عين البوتاجاز الأولانية أنا حطيت العدس اللي بجيب بيتسلق، وعلى عين التانية حطيت الحمص يتسلق، وطبعا شغلت البوتاجاز على الزيت علشان يسخن ونحط فيه البصل. أنا هنا قطعت البصل مكعبات وسط، حجمها وسط، ورشيت عليها رشة ملح وشوية دقيق علشان تتحمر بسرعة وما تاخدش وقت وتكون في نفس الوقت مقرمشة. تعالوا نرجع على الزيت تاني، زمان وسخن هنحط فيه البصل عشان نحمره. الحمد لله رب العالمين، البصل اتحمر، شايفين مقرمش ما شاء الله جميل اهوت. طلعه على ورق عشان لو في زيت ولا حاجه يتصفى. واهم خطوه في الكشري ان تحمري البصل اول شيء، عشان الزيت اللي هيطلع منه او اللي هيتبقى من البصل هنستعمله في ان احنا نعمل كل حاجه بعد كده. عشان كده ان شاء الله طعم الكشري هيكون مميز، لان البصل الزيت بيكون ريحته وطعمه حلو، فان شاء الله الكشري بيكون طعمه جميل. في حله على النار دلوقتي حطينا فيها شويه زيت من اللي حمرنا فيهم البصل، هننزل بالثوم اللي عليه كزبرة ناشفة، هنحمرهم عشان نعمل صلصة الكشري. أول ما الزيت يبتدي يصفر، سوري، أول ما الثوم يبتدي يصفر هننزل عليه بصلصة الطماطم أو الطماطم اللي أنا ضربتها في الخلاط. إذا كان لون الطماطم مش أحمر هنزود عليها معلقتين صلصة علشان يكون لونها جميل. الكشري طبعا ان شاء الله هيكون طعمه مميز، لان زي ما قلت لكم باكد تاني البصل حمرناه في الزيت، والزيت بتاعه استعملناه في ان احنا نعمل حاجه الكشري الباقيه بعد كده اللي هي الصلصه الحمراء، وبعدين هنحمر فيه الرز بشعريه، وان شاء الله هنسيب منه معلقتين برضو نسلق فيهم المكرونه. الحمد لله البصل اصفر اهو، هنزل عليه بصلصة الطماطم. طبعا الكمية اللي انت بتحبيها، وما تنسيش تحط الملح بتاعك. نسيت كمان اقول لكم ان لما نسلق العدس واسمه ايه اللهم ذكرني اذا نسيته الحمص، لازم نحط عليهم طبعا شوية ملح عشان يبقى حدقهم معقول. دلوقتي ان شاء الله هنعمل الشعرية او الرز بشعرية. اهم حاجة الشعرية بتاعتك لازم تكون كبيرة كبيرة شوية أو كتيرة شوية، عشان كده أنا هنزل بتقريبا 400 جرام من الشعرية وحمرهم كويس. الشعرية لما بتبقى كتير بتعطي طعم جميل برضو للكشري. وما تنسوش الشعرية ما تحمرهاش قوي علشان اللون لون الرز ما يبقاش غامق. أدي الصلصة بتتسبك على البوتاجاز، وهنا حطيت شوية مية عليهم شوية ملح عليهم معلقتين زيت علشان إن شاء الله أسلق فيهم المكرونة. نسيت اقول لكم ان انا على الصلصه هحط معلقه من الشطه علشان احنا بنحبها شويه سبايسي. كده الحمد لله الشعريه اتحمرت، هنزل عليهم بالرز، وطبعا لازم يكون رز مصري. بسم الله، تقليبه كده لازم نقلبه شويه كده حلوين علشان ان شاء الله الرز يكون مفلفل. انا قلبته كده كام تقليبه حلوين، هنزل عليه بالميه السخنه، برده لازم تكون ميه سخنه عشان يطلع مفلفل. بسم الله، هنزل دلوقتي بشوية ملح وأقلب، وبعدين هغطيه، وأول ما يغلي ههدي عليه النار علشان يستوي إن شاء الله براحته. أدي الحمد لله المية اللي هسلق فيها المكرونة غليت. أنا عندي نوعين مكرونة، عندي مكرونة أقلام وعندي مكرونة سباكيتي.
طبعا الكشري يفضل فيه انه يكون النوعين دول. هنزل بيهم، هياخدوا تقريبا في السوى 10 دقايق. انا طبعا حاطه ملح على الميه ومعلقه زيت، هسيبهم يستووا. عقبال ما يستووا ان شاء الله هنعمل الدقه دلوقتي اللي هي بتاعه الخل والثوم. تعالوا نشوف مكونات الدقه. انا عندي هنا فلفل حار عشان احنا بنحبها حاره، شويه كمون، شويه ملح، طبعا الثوم انا حاطه عليه كزبره ناشفه ودقه كويس، شويه خل وشويه ميه. هنزل اول شيء بالثوم، عليه البهارات والملح وعليه الخل، ندوب نقلبهم كده مع بعض كويس. بسم الله، تمام قوي. هنزل بالميه بس، حابه انت ما تحطيش فلفل حار براحتك، هيبقى طعمها جميل ان شاء الله. برضو دلوقتي الحمد لله بعد ما كل حاجه استوت، تعالوا بقى نغرف الكشري. طبعا ليكي مطلق الحريه في انك تغرفيه ازاي. انا شخصيا بحب المكرونه تكون في البدايه، احط شويه من المكرونه، بعديها هحط الرز، شايفين ما شاء الله الرز مفلفل وجميل، بعد كده هحط شوية من العدس اللي بجبه المسلوق، عليهم شوية من الحمص، بعدين هحط شوية من الدقة، الدقة دي بتخلي طعمه جميل جدا، كفاية كده. بعدين هحط شوية من البصل اللي احنا حمرناه، سامعين صوته؟ سامعين صوته مقرمش جدا. وطبعا شوية من الصلصة الحمر، وكده ان شاء الله احلى طبق كشري هتاكليه. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.